ودي الطريقة المتبعة في كل الدول، هم في خطط واضحة. بالنسبة لفلود أنا دائما أقول فلود عنده في باله إنه هو حيستمر فترة طويلة، فبيفتش لي مشروع على المدى الطويل، بيتكلم عن المنتخبات السنية والمراحل السنية إنه مهم معنا الأكاديميات، فده فكر حق مدرب يفكر يستمر فترة طويلة معنا، وهو مدرب كبير وقيمة كبيرة، فالمفروض إن إحنا كاتحاد عام كرة قدم سودانية نستغل الحاجة دي، إنه في مدرب زي فيلوت وعنده الرغبة يستمر معانا، بإننا ندعمه بالحاجات اللي بتسهم المهامه، نعين مدربين للفئات السنية يكونوا مرتبطين به، في تقارير وفي متابعة بينهم كلهم، نساعده بإنه يكون في دوري للشباب للناشئين للمراحل السنية، نساعده بإنه نتعاون مع أكاديميات كبيرة من أندية عالمية زي ما بيحصل في كل أفريقيا، في أكاديميات موجودة في كل أفريقيا، والموضوع إجراءات بسيطة، مخاطبات من الاتحاد العام لأندية عالمية، كل أندية العالم بتقيم الأكاديميات في مناطق متفرقة من الدول على أساس إنه تقيم وتشوف وتاخذ المواهب اللي بتفيد، فده كله على المدى الطويل، شغل على المدى الطويل، لكن محتاج حركة شوية من الاتحاد العام. نعم.